شركة ميتا مخبيه لنا شيء قوي جدا في سنة 2022، وهو شيء في نفس الوقت مخوف كتير من الناس. بروجكت كامبريا، او الاسم اللي اطلقته شركة ميتا على نظارة الواقع المدمج الجديدة اللي هتنزل في 2022 ان شاء الله. الاول خليني كده سريعا اقول ليه الموضوع ده مخوف كتير من الناس. اولا، في بعض الناس اللي لسه شاريه كويست 2 خايفين ان البروجكت ده يستبدل الكويست 2 اللي هم اشتروها، لكن احب اطمنك ان بروجكت كامبريا مش هتستبدل الكويست 2. ثانيا، وده شيء بصراحه ممكن يخوف بعض الناس شويه صغيره على الاقل، وهو سعرها اللي غالبا هيكون عالي، لانها هتكون هاي اند اكس ار هيدسيت او نظاره واقع مدمج من الفئه العاليه. ودلوقتي خلينا نتكلم عن البروجكت كامبريا ومميزاتها. اولا، احنا هنا بنتكلم على ستاند الون هيدسيت، يعني مش هتحتاج كمبيوتر معاها علشان تشغلها، ده طبعا زي الكويست 2، ودي ميزه رائعه جدا ان ميتا مهتمه بيها. ولو جينا دلوقتي لجوده الجرافيكس فهتكون اقوى بكتير جدا من الاوكيولاس كويست 2، ومع ذلك من المتوقع انها تكون مركزة وموجهة اكتر للجانب بتاع البيزنس والشغل اكتر من الجيمينج، وده طبعا شيء جميل جدا. اتوقع برضو الوزن بتاعها في الحالة دي هيكون اقل بكتير من الاوكيولاس كويست 2. الهيدسيت هتعتمد على حاجة اسمها البانكيك لينزز، ودي الفيزياء بتاعتها هتساعدها ان تخلي الهيدسيت تديك جودة صورة مميزة جدا. بالنسبة للكاميرا فهتقدر تشوف بيها المكان حواليك بألوان كاملة، وده على عكس الكويست 2 اللي بتشوف ابيض واسود، لان هما في الكويست 2 حاطين الكاميرات عشان التراكنج مش علشان انت تشوف منها، لكن في البروجكت كامبريا هتقدر تشوف العالم حواليك، وهتقدر انك تحط شاشات وتبدأ انك تشتغل عليهم. ممكن برضو تقابل ناس يكونوا شبه الهولوجرام. اتوقع مجال زي مجال الرياضة هيكون بصراحة ممتع جدا. مش قادر استنى ان انا اجرب حاجة زي كده والعب بينج بونج فيها. وتقريبا ميتا هنا بتحاول ترد على مايكروسوفت وتقول لها انت مش لوحدك في السوق، وخاصة ان تركيز مايكروسوفت كان على نظارات الواقع المدمج للعمل زي ما شفنا في الهولو لينز كده. مش بس كده، في شوية حاجات انا كنت متضايق جدا من عدم وجودها في الكويست 2، وهم هنا مهتمين بيها جدا. تخيل معايا انك لما هتكلم حد هيشوف تعبيرات وشك، لو انت سعيد او حزين او مصدوم مثلا، هيقدر كمان يشوف حركة عينك، لان الهيدسيت نفسها هتقدر تتبع كل ده من خلال حواس متقدمة. الكنترولرز هيكونوا اقوى بكتير، لان هيكون عليهم كاميرات على عكس الكويست 2 اللي مفيش اي كاميرات على الكنترولرز. طبعا لسه ما نعرفش كتير قوي عنهم، بس دي المعلومة اللي وصلت لنا لحد دلوقتي. لو جينا دلوقتي بالنسبة للسعر وامتى هيكون البروجكت كامبريا ده متاح، كل اللي نعرفه ان شركة ميتا بيقولوا انها هتنزل في 2022، لكن لسه محددوش امتى بالظبط. بالمناسبة، كامبريا ده اسم حيتان باللاتيني، فاتوقع ميتا بتحاول تقول لنا، وخاصة بعد تغيير اسم فيسبوك لميتا، ان هم هيكونوا الحيتان في مجال الميتافيرس والواقع الافتراضي والواقع المدمج. بس الزمن وحده اللي هيثبت صحة ده من عدمه، ودايما المنافسة بتكون في صالح المستخدم. اخيرا، تقدر تروح تتفرج دلوقتي على مراجعة الاوكيولاس كويست 2 لو انت حابب تعرف اكتر عنها ومميزاتها واستخداماتها لو انت ما عندكش واحدة بالفعل، وبرضو لو انت مهتم بالميتافيرس وعايز تكون اول حد يعرف عن الواقع الافتراضي وتقنياته، فاشترك دلوقتي في قناة ايبرينيرز.